الآن أرملة صار لي 5 سنوات وبديت أعتمد على نفسي. الصعوبات اللي واجهتها في مشروعي اللي هي نقص المال، الحمد لله أخذت قرض من مؤسسة الشرق الأدنى اللي حصلت على 2000 دولار، تقريبا خففت من الصعوبات أو قلصت من الصعوبات اللي قبل ما أحصل على القرض. أخذنا مجموعة من التدريبات اللي هي أول إشي التدريبات إدارة المشاريع، سعر تكلفة القطعة كيف بدنا نسعرها مشان نطرحها في السوق، زاد الربح عنا، زاد عنا الدخل الشهري. اعتمدت على نفسي، ما احتجتش ابن أب أخ، حسيت إني يعني عضو فعال في المجتمع.